بتابع دراما عربية طبعا، بتابع دراما لبنانية. في مسلسل آخر مرة شفتيه حبيتي؟ ايه يعني انا بتعرفي اي مسلسل حبيتي؟ بطلوع الروح. طبعا. يعني لاقول انه من ال يعني ما كنت كثير عم بحضر يعني، ولكن هيدا خليني اني منك ايه خليني اني دلني على طول اعرف شو بده يصير يعني. ايه هيدا المسلسل حبيته. كمان للموت من المسلسلات اللي حضرتها كمان حبيتها. 2020 صالون زهرة. عم تابعة طبعا يعني، بس يعني لقلك بس بطلع روح يعني هو من اللي تبعته مشهد ورا مشهد يعني تبعته كل يعني بكل